السلام عليكم. ده الجزء الثاني part 2 من كلمات lessons 3 and 4 من الوحدة السابعة. طيب هنشوف أول كلمة هنا emperor builder. نفس النقطة دي قلناها قبل كده إن عندي هنا الفعل build اللي هي يبني to build. تمام. builder لو ضفت لها اللاحقة builder هو عامل البناء الشخص نفسه. Greek وهي ممكن تيجي كاسم وكصفة. Greek including الكلمة دي سهلة جدا نحفظها. هنشوف كده مثلا نقول including ingredients برضو دي من الكلمات السهلة جدا في الحفظ. ingredients طبعا الاس للجمع. ingredients Lighthouse. This is a lighthouse. Lighthouse. Pipe. Result. Statue. من الكلمات يعني نطقها سهل جدا وكتابتها كمان. statue scientist. نلاحظ ان هنا ال CS بنطقها كأنها واحدة او صوت واحد كأنها S واحدة بس لكن هي طبعا بتكتب CS. scientist علشان واحنا بنحفظ ناخد بالنا ان دي CS وبعد كده ابدأ اكتب عادي اللي بنطقه وبكتبه. scientist وده نهاية الجزء الثاني من الكلمات. طبعا مفيد جدا ان انت وانت بتحفظ يعني اعمل presentation زي دي وانا ممكن احطها في الكومنتس يعني تبين الكلمة وقبل يعني تشوف نفسك امتحن نفسك هل انت حافظ الكلمة ولا لا. لو لقيت نفسك مش حافظها اعمل كليك وشوف معناها. فيعني استخدم البرزنتيشن دي كأنها فلاش كاردز. and thank you